عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. العطية حضر مع نوير في 6 دقائق 24 ثانية، 4 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، بينما ثالث المراكز كان الوصول من مبلش وتوقيت مبلش هو 6 دقائق 25 ثانية، 98 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن راشد الجابر المري على فوز مبلش بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا الصباح، وشعارات يا ابن قايق، وثاني أيام هذا المهرجان، مهرجان المؤسس، وعلى بركة الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للبكار من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية مع أول المراكز، هملولة بدر بن عبد الهادي بن زيد بن علي الشيبة يتقدم مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز وصلت هنا جبارة، عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حذقين المري يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز طب بشعار حسين بن حمد بن مبارك بن سالم العبيدي هنا يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت القالية، محمد بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان يقدم لنا جبارة والقالية مع رابع الأسماء. خامس المراكز المستشارة علي بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان يقدم هنا المستشارة مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة والمندفعة. ولنا عودة مع البداية، لنا عودة مع أول المراكز وأول الانطلاقات. جبارة عبد الهادي بن جابر بن حذقين المري يقدم وينطلق مع جبارة على الانطلاق الأول وعلى أول الأسماء. ثاني المراكز هملولة بدر بن عبد الهادي بن زيد بن علي الشيبة يقدم هملولة مع الثانية الأسماء. ثالث المراكز الغالية تحضر بشعار محمد بن علي بن جار الله بن ضرمان مع ثالث الأسماء. بن هدوان مع رابع المراكز مع المستشارة علي بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان القفران. خامس المراكز الواصلة والمنطلقة وصل الدولة، راشد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري يقدم لنا دولة مع خامس المراكز وخامس التحديات. وصل شعار بن سلامة يتدخل إلى دائرة النداء والإذاعة. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وراء الأسماء والشعارات التي خلف دائرة النداء والإذاعة، قادمة من أجل الفوز من أجل الانتصار. ولكن لنا عودة مع البداية مع الانطلاق الأول، جبارة عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي المري يقدم جبارة على الانطلاق الأول. بن حذقين هنا يقدم لنا هذا الانطلاق المميز. ثاني الأسماء الغالية محمد بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان مع الغالية مع ثانية الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز المستشارة علي بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان القفران. رابع المراكز قادمة دولة مع رابع المراكز بشعار راشد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. خامس المراكز هملولة بدر بن عبد الهادي بن زيد بن علي الشيبة يقدم هملولة مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى جبارة. الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، جبارة عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي المري يقدم جبارة مع الانطلاق الأول. ثاني المراكز وصلت المنطلقة والمندفعة الغالية، محمد بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان بن هدوان مع ثالث الأسماء مع المستشارة علي بن عبد الهادي هنا بن هدوان. رابع المراكز
المراكز قادمة دولة مع رابع المراكز ورابع التحديات بشعار بن سلامة، خامس المراكز وصل التغيير لهم بسعد بن طالب آلف هيده المري، ولكن أعود إلى البداية. الله يا جبارة جبارة، عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حزقين المري يندفع مع الصدارة مع الانطلاق الأول، بن ضرمان مع الغالية، محمد بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان بن هدوان وبن سلامة وأيضا بن شريم، ولكن الانطلاق الأول جبارة انطلقت، اندفعت جبارة بشعار عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حزقين المري ينطلق إلى الفوز وإلى الانتصار مع جبارة، جبارة بشعار عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حزقين المري. واسعد الله صباحك يا مالك جبارة، الله الله جبارة، عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حزقين المري، واسعد الله صباحك يا مالك جبارة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت القالية، محمد بن علي بن جر الله بن حمد بن ضرمان ثالث المراكز، ثالث المراكز ملذة بالشعار سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي، ورابع المراكز، رابع المراكز هجر جابر بن هادي بن سالم العذبة المري، وخامس المراكز تغيير لهم بالسعد بن طالب خالف هيدا المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا تهانينا والناموس لمالك جبارة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. توقيت زمن حتى وصوله إلى خط النهاية 6:22 و64 جزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حزقيل المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت، ثاني المراكز الغالية، والتوقيت الزمني 6:25 و28 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن جر الله بن حمد بن ضرمان ثالث المراكز. وصلت ملذة، والتوقيت الزمني واحد توصلها الى خط النهاية 6:26 و48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ملذة سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي، فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم مشاهدينا.